بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين صبحكم الله بالخير، نصبح على مشاهدينا وين ما كانوا داخل قطر وبرا قطر، ودائما نخص بالتصبيح أمهاتنا أبهاتنا الكبار ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. أعزائي المشاهدين، مثل ما تعودنا احنا دائما يوم الخميس نكون معاكم في الجبرة الرئيسية في منطقة أم صلال محمد، لكن اليوم يعني قلنا خلنا نجي يوم الأربعاء ونشوف السوق كيف وضعه إذا تغير من يوم إلى يوم. وفعلا اليوم لاحظنا وقبل لا ندخل هذا النقل على الهواء مباشرة أن السمك يعني مناسب سعره جدا في كثير من الأنواع، يعني بعض الأنواع الأسبوع اللي طاف كانت في حدود 28 ريال أو 25 ريال، اليوم تقريبا في حدود 16 ريال، هناك يعني نزول في السعر في حدود 10 ريال. ويوم الأربعاء كنا نقول أو وسط أيام الأسبوع كنا نقول السمك أرخص، وفي البعض يقول بالعكس كل أيام الأسبوع تقريبا الأسعار متقاربة. اليوم لاحظنا أن السعر فعلا هناك فرق كبير في الأسعار. خلونا نشوف أول محل هني ونبتدي معاه ونشوف سعر السمك، وأنا أقول سعر السمك يبشر بالخير اليوم الأربعاء. وأيضا يعني في بداية هذا الصباح مع أول محل، تعالي هني الله يخليك، تعالي هني كيف حالك؟ السلام عليكم. تمام إن شاء الله. جيل. عليكم السلام ورحمة الله. كاليماري مال وين؟ مال عمان. مال عمان على كم اليوم؟ اليوم هذه 30 ريال. 30 ريال. كاليماري دائما يكون شوية غالي، عنده ثلاث أنواع من الربيان، خلنا نبتدي مع هذا النوع في البداية. هذا مزارع؟ هي مزرعة. مزارع. أيوه. على كم؟ هذه 25 ريال. مال وين؟ مال عمان. بعد عمان يمكن كل الثلاثة مال عمان؟ لا هذه مال عمان في بحر في هذا. هذا مال عمان بحر. بحر. على كم؟ هذه 40 ريال. 40. وهذا مزارع؟ هذه مال بحر. بعد بحر؟ أيوه. عماني. عماني. على كم؟ 45. 45. خلنا نشوف الربيب أحجامه صغيرة، والربيبة من الأسماك أيضا، خلنا نشيل هذه شوية أكبر. والربيب أيضا من الأسماك الطيبة في قطر ومحبوبة ولها محبين بالنسبة لهذه السمكة. وأيضا دائما نقول يعني هذه بحجمها وأنا ماسكها من النص نشوف جسمها فعلا مستقيم، وأيضا العين واضحة، ونشوف أيضا النغنوغ. أنا ودي أفتح شوي، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. نشوف وأيضا نرجع لجسم السمكة دائما ونضغط عليه ونشوف إذا رجع على مستواه الطبيعي فالسمكة طرية. ومالت اليوم على كم؟ هذه ربيب 28. 28 مال دوحة. اي مال دوحة. شمال ولا جنوب؟ شمال. شمال شمال شمال. المناطق الشمالية ما شاء الله يعني فيها الخير الكثير. شعوم على كم؟ شعوم هذه 30 ريال. 30 مال الدوحة. مال شمال. مال الشمال. مال الشمال. ايضا الشعم من الاسماك المحببة صراحة عند هالقطر ومقيمين قطر بشكل عام واهل الخليج، يعني من محبين السمك. على كم شعوم اليوم؟ اليوم شعوم 30 ريال. 30 ريال شعوم. سيباس. سيباس هذه 30 ريال. مال تركيا. مال تركيا. تركيا والسيباس ايضا من الاسماك اللي اصبحت في سوقنا القطري ولها محبين وعشاق بالنسبه لمحبين اكل السمك. 30 30 ريال. اخر 28. 26 ما يمشي. ما يمشي. ما يمشي 26 يقول ما يمشي. طيب خلينا نشوف البدح. خلينا نشوف البدح، وهذه دائما نقول سمكه سمكة بطح، سمكة رملة. على كم؟ هذه 15. 15. ونشوف العين ونشوف الجسم، وهذه من السمك اللي عليه صفط. من السمك اللي عليه صفط، وشفنا الربيبة قبل شوي بدون صفط. 25؟ لا هذه 15. 15 بالنسبة للبدح. حمام على كم؟ حمام هذه 25 ريال. هذا حمام أسود ولا أبيض؟ هذه أسود. أسود. على كم؟ هذه 25 ريال. 25. بالول؟ بلول هذه 20 ريال. 20. الهامور الكبير؟ هامور هذه 38. 38 بعد نزل في حدود ال 50 وال 60 كان، اليوم 38. اخر كم؟ 35. 35 يقول يمشي. شعري كبار ما شاء الله ما شاء الله، ويسمونه ابو قفشه اذا كبر، اذا الشعريه كبرت يسمونه ابو قفشه. شعري هذه 12. كم اخر يمشي؟ اي اخر هذه يشتري 10 يمشي؟ 10 ما يمشي. ما يمشي هذه كبير كبير. يمكن محل ثاني يعطيك بسعر اقل، هذه فيها اكثر من كيلوين تقريبا. كان عاد على كم اليوم؟ كان عاد اليوم هذه 23 ريال. 23؟ ايوه.
وكله نفس الشيء، صغير وكبير نفس الشيء؟ هذه وسط. هذه وسط؟ ايوه وسط. اخر كم؟ هذا 22. 22 يقول، 22. ويمكن في ارخص شوي في السوق، سكن؟ سكن هذه 18. 18 مال الدوحه؟ هي مالقور. مال اليوم؟ اليوم. مال اليوم. طيب عنده بعد قباق بمكن وعنده حيلانيه. الناس نقول عنها مكن والذكر نقول عنه حيلاني، على كم المكن؟ هذه نعطيها ب 10 ريال. 10 ريال، والحيلاني؟ الحيلاني هذه 6 ريال. 6 ريال، 5 ريال يمشي الحيلاني؟ يمشي يمشي. يمشي يقول، يمشي. طيب خلنا نشوف الصافي، طلع لي هذه. خلنا نشوف الصافي، ما شاء الله ما شاء الله. يعني هذه ناسية؟ ايوه ناسية. هذه ناسية وهذه ذكر، خلنا نشوف. الفرق قدام الكاميرا، خلنا نشوف قدام الكاميرا. تشوفون حجمها اعرض مثل الكف بالنسبة للناسية، والله مليانة ما شاء الله، مليانة مش حمى. وهذا الذكر يجي شوي طويل، ما في عرض من فوق الظهر طبعا ولا من تحت البطن. على كم اليوم؟ اليوم هذه شمال صافي هذه 45. 45 اخر؟ هذه 43. يعني الصافي يمكن شوي يكون غالي اليوم. 40 ما يمشي؟ 40 ما يمشي. اذا واحد يبي مثلا 5 كيلو يمشي؟ 5 كيلو هذه 42. 42 يقول اخر شيء، اخر شيء. شكرا لك، شكرا. خلوني انتقل محل ثاني بعد، خلوني انتقل محل ثاني واتكلم مع اللي يدير هذا المحل. تعال هني، تعال هني، الله يخليك، تعال هني. يعني خلونا نبتدي ايضا من الفرش. على كم اليوم؟ اليوم 6 ريال. 6 ريال ايوه. كبير كبير. كبار. مال وين؟ مال الدوحه. مال الدوحه. طيب رجعها. أيوة. خلنا نشوف. أيوة. النيسر، والنيسر من السمك الشوي والناس تحبه، وكل اللي طريقته. ممكن هناك في ناس يسوونه صالونه او يسوونه يعني بطرق ثانيه بالنسبه للطبخ، لكن النيسره تعوده وهالقطر عليها انها تكون مشويه باربيكيو. على كم اليوم؟ 4 ريال. 4 ريال ما شاء الله النيسر. اربع الناس يقول، هو يقول نازل السعر ورخيص. 4 ريال. 3 ريال ما يمشي ها؟ اي 4 ريال 3 ريال. 3 ريال بعد يمشي، يمشي. يعني كان في 10 و12 و15 و18، اليوم وصل 3 ريال بالنسبه للنيسر. وايضا يعني احجامها اعتقد انها جدا مناسبه. طيب فسكر على كم؟ هذا 12. 10 ريال. 10 ريال بالنسبه للفسكر بنت النوخذه. قباقب على كم؟ اي 5 ريال. 5 ريال نفس المحل اللي قبل تقريبا ما شاء الله، نفس اللي قبل. الكوفر على كم؟ كوفر 10 ريال. 10 ريال بالنسبه للكوفر. هذا جيش؟ اي كراري. كراري على كم؟ اي كراري 12. 12 بالنسبه للكراري. 10 يمشي؟ ايش يمشي؟ يمشي يقول كراري ب 10 يمشي. يعني ما شاء الله مثل ما تشوفون الشعري، ونسميه ذا كبر بقفشه، واحيانا يجيك الوانه بعد حلوه، برتقالي على ازرق. على كم اليوم؟ 12 ريال. 10 يمشي؟ نفس الشيء يمشي يقول. يمشي 10. اللي قبل قال ما اقدر، هذا قال يمشي ب 10، وتقريبا يمكن كيلو ونص او كيلو وين فيها بالنسبه له. هذه اكبر يمكن. هذه 2 كيلو 3 كيلو يجي منها. خلينا ارفعها فوق شوي قدام الكاميرا خلينا نشوف. يعني احجامهم فعلا ما شاء الله كبيره، اكثر من 3 كيلو في هذه السمكه، وب 10 ريال. يعني تقريبا السمكه هذه ب 30 ريال تقريبا، يعني تقريبا في يوم من الايام ممكن توصل 50 ريال السمكه الواحده. رجعها. جد على كم؟ جد 10 ريال. 10 ريال جد، ما شاء الله محلك اليوم سمح، سمح ما شاء الله اليوم كله ب 10. 10 على كم؟ 8. 8 ريال. الشعري الابيض بعد يقولون شعري ابيض، يعني هذا كوفر كبير. حتى في السوق يقولون للشعري ابيض. والكوفر على كم؟ 10 ريال. سمسم 10 ريال ايضا كوبر. رجعها. وهذه السمكه ايضا اخواننا في المملكه العربيه السعوديه يحبونها بالنسبه للكوفر. ما شاء الله نشوف الرياشي والبدحه مثل ما شفنا، يعني لونها ما شاء الله حلو، حتى البدحه لونها حلو، صفطها ابيض ناصع عليها صفط، عيونها طبعا واضحه. ايضا خلنا نشوف داخل، نشوف ما شاء الله، نشوف النغانيق او الخياشيم حسب ما يسمونها بعض الجاليات اللي موجوده عندنا، ما شاء الله حمراء. وايضا جسم السمكه قوي ومشدود. على كم؟ 15. اخر 15. 15 يقول اخر. ربيب وسط 20 ريال. 20 ريال. حمر على كم؟
هذا 12 12 صمان صغار صمان يصير 10 ريال 10 ريال سكن سكن هذا 13 13 يعني 10 ما يمشي سكن يمشي يمشي سمح والله الريال سمح يعني مثل ما نشوف وايضا خلونا نشوف اللي هي الجشه واحجامها ايضا ما شاء الله حلوه على كم اليوم 12 10 يمشي يمشي بعد يمشي يمشي ما شاء الله اليوم هذا راعي المحل يعني نازله بالنسبه للاسعار عنده صافي على كم صافي اي 30 ريال 30 مال قرقور اي مال قرقور مال الشمال شمال 40 ريال هذا مال الشمال لا هذا مال قرقور مال قرقور مال غزل 40 40 ريال 40 وهذا كم قلت لي اي 30 ريال 30 ريال اقل من 30 يمشي ولا ما يمشي 8 30 اي شكل يمشي 28 لا لا 35 28 يمشي 28 يمشي انت قلت لي 30 يعني 28 يمشي ربيان مال وين اي مال عمان عمان مال عمان مال بحر ولا مزارع مزرعة مزرعة على كم اي 25 ريال ميديوم سايز اخر اي ميديوم سايز اخر 25 ايوه اي 22 مال انا 22 يقول يطلع عليه شكرا لك شكرا خلوني انتقل يعني انا ودي صراحة اني انوع في السمك اللي موجود والغي الضوء عليه ما شاء الله ما شاء الله يعني هذه جش ايوه جش بهذا الحجم يا الله يا الله يا الله ما شاء الله ما شاء يمكن 5 كيلو او اكثر فيها ايوه على كم هذه 10 ريال 10 ريال كيلو ايوه 10 ريال كيلو يقول 10 ريال الكيلو انا والله سالت عن السمكه هذه قلت له كراري قال لي لا حاولت انه هو يعطيني اسمها ما عرفه صراحة سأل كذا واحد ما عرفه شو اسمها هذه هذه كراري كراري أيوة أنا أقول لك كراري مساء يقول لي وين راح أقول لك كراري تقول لي مش كراري تعال أقول لك كراري تقول لي مش كراري ضيعتني على كم هذه 7 ريال 7 ريال 5 ريال يمشي 5 ريال يمشي ما يمشي ما يمشي يقول جد على كم جد 10 10 ريال جد تعال لي هني تعال لي خلينا نشوف بعض الانواع يمكن هناك عندك فسكر وكنعد الكنعد على كم اللي هناك بعيد خباط تقريبا 15 الخباط 15 الخباط في يوم من الايام كان اكثر بكثير ما شاء الله ولد الولد عنده وايد لكن خلوني ادور لكم ابو زعنف سودة اذا موجود اذا والله مش موجود مش موجود لكن يعني تقريبا لا ولا واحد منهم ابو زعنف السود اللي دائما نضرب فيه الوصف اليريور او ولد الولد طبعا الناس تاخذ الانثى منها وقلنا دائما اللي الزعانف او اطراف الزعانف تكون سودة على كم اليوم هاي 3 ريال 3 ريال كيلو 3 ريال وهذه تقريبا فيها نص كيلو يعني معناته تاخذ حبتين او ثلاث او خمس بقيمة 10 ريال تقريبا 10 ريال كانت في بقيمة واحد بقيمة واحد إذا السمك اليوم موجود موجود اللي نسأل عنه موجود أنا والله ما شفته يسمح لي مشاهدنا لا بعد حاطين له حلقة حاطين له لزقة في ظهره هذا النوع مثل ما تشوفون أطراف الزعانف سودة أيضا الظهر وأحيانا يكون السواد أكثر في الذيل وفي الزعانف اللي فوق الظهر تقريبا تكون شوية أكثر على كم بعد اليوم نفس الشيء 3 ريال 4 ريال 4 ريال 4 ريال ما فرقت يعني ريال واحد تقريبا زياده تبان هذه تونه ما في تبان ايوه تبان تونه تبانه على كم والله بدوا يضيعوني ترى على كم 7 ريال فسكر فسكر سيم 7 ريال 7 ريال فسكر الكوفر كوفر 8 ريال 8 ريال الربيان مال وين ربيان عماني عماني على كم 20 20 والله نازل شوية نازل شوية أعتقد سعره مناسب كوفر على كم 8 8 صافي صافي 10 10 صافي هذا سلطان باسي أيوة مال وين دوحة مال الدوحة على كم 15 15 بالنسبة للسلطان باسي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حاول ألقطها صراحة النسرة صب علينا ماي من تحت ما أدري من وين لكن يلا الله المستعان على كم اليوم هذه 5 ريال بس 5 ريال بالنسبة للنيسر حمر هذه 15 15 الشعري الأبيض شيري 8 8 ريال تقريبا
وكم على كم؟ هذه 5 ريال. 5 ريال بالنسبة للكم، والكم كثير من الجاليات الآسيوية على وجه التحديد يحبون هذه السمكة، يحبون هذا النوع من السمك. يمكن الآن باين معانا في الكاميرا هذا النوع من السمك يحبونه بعض الجاليات الآسيوية. على كم قلت لي؟ 5 ريال. 5 ريال بالنسبة للكم. شكرا لك. خلوني أنتقل وأيضا أروح للمحل اللي تعودنا عليه دائما يكون عنده شنعد وهوامير، هو محد ما أعرف وين راح. وين راح الحجي؟ عندك؟ تعال هني. كيف حالك؟ كيف حالك؟ طيب؟ طيب. قباقب على كم؟ 8 7 ريال. 7 ريال. وطبعا إذكارة أو حيلانية، وهناك 5 ريال. 5 ريال يمشي؟ يمشي 5 ريال. شعري على كم اليوم؟ شعري كبير 12 12. آخر كم يمشي؟ في أكبر هناك، في أكبر، في كبار وايد. بعد 1 ريال 2 ريال. 10 يمشي؟ 10 يمشي. الكنعد والهوامير في هذا المحل طوال السنة تقريبا أكثر شيء يشتري هوامير وكنعد، وكلها أحجام ما شاء الله كبيرة. في الغالبية تكون أحجام كبيرة، يعني لو تكلمنا عن هذه الكنعدة الآن يمكن فيها أكثر من 10 كيلو إلى 12 كيلو. 10 12 كيلو ممكن. 12 كيلو كم اليوم؟ اليوم شوي غالي 20 20 20 زين. عن الأيام اللي راحت، عن الأيام اللي راحت يعني تقريبا نتكلم عن سمكة هذه تقريبا إذا بعشرين ريال تقريبا 200 ريال. تقدر ترفعها لي هذه السمكة؟ تقدر تشيلها فوق؟ يعني صراحة ما شاء الله ما شاء الله بهذا الحجم، يعني ارفعها فوق، ارفعها شوية قدام الكاميرا. بهذا الحجم 10 كيلو فيها، وإذا قال لنا الكيلو ب20 معناته تقريبا ب200 ريال تطلع في يوم من الأيام، توصل 400 أو 500 ريال هذه السمكة. رجعها عشان ما نتعبك. وقال 20 ويمكن ينزل. احنا نقول الزبون اللي أو زائر السوق من أمهاتنا ولا أبهاتنا يقدرون يفاصلون في السعر حتى يوصلون إلى السعر المناسب بينهم وبين البايع. هوامير ما شاء الله هذه ما نقدر نقول لك شيله لأنه كبير وايد. هذا تقريبا كم كيلو فيه؟ هاي ممكن 10 كيلو، 10 كيلو ونص، يعني تقريبا نفس حجم الكنعدة في الوزن. كم اليوم؟ اليوم كبير 40 ريال، بعد صغير 30 ريال. بنية حق الصغار، ونية حق البواليل أيضا، يعني الوسط كم قلت لي؟ هاي 30 ريال. 30 ريال الصغار مثلا بالول. ها؟ البالول الصغار هذول بالون 25. 25 آخر؟ 20 ما يمشي؟ ما يمشي. ما يمشي. اليوم كم على الحراج؟ غالي يعني؟ أبي حراج أمس في ليل شوي غالي. شوي غالي. بس اليوم السوق زين. زين. عن الأيام اللي قبل زين. زين. مشكور يا أخوي. مشكور. خلونا نشوف المحل هذا. تعالي. تعالي نشوف المحل هذا، يمكن الوقت بدأ يداهمنا شوي. تعالي هنا الله خليك. بدأ الوقت يمكن يداهمنا، يعني إحنا دائما نحاول نلقي الضوء. وأيضا كم الوقت قلتوا لي اخواني في الاستديو؟ يعني باقي لنا تقريبا 4 دقائق تقريبا عشان نختم حلقه اليوم. خلونا نشوف المحل هذا ويمكن نختم عنده. خساق مال وين؟ مال الدوحه. مال الدوحه على كم؟ هذه 28. 25 يمشي؟ يمشي. يمشي يمشي اليوم سامحين. اليوم صراحه كثير من المحلات تنزل، يعني تقول له السعر وينزل لك. اذا اللي بيجي السوق والزبون الزائر للسوق بكل تأكيد إنه يقدر يفاصل أحسن مني ويوصل لسعر أحسن مني. وهناك بعض زوار السوق عندهم محل يتعاملون وياه بشكل دائم، تلقاه عند نفس المحل لأنه يعطيه بسعر زين، وأيضا متأكد أن السمك اللي عنده يعني طري وجديد ومال نفس اليوم. مع العلم هناك بعض المحلات مثلا عندها بعض الأسماك اللي هو يقول لك مال أمس مو بمال اليوم مثلا. طيب كاليماري مال وين؟ كاليماري مال عمان. عمان على كم؟ هذه 30 ريال. 30 ريال. ربيان عندك 1 2 3 انواع. هاي مزرعه. هذا مزرعه عماني. عماني على كم؟ 25. 25. وهذا النوع بحر. بحر على كم؟ هذه 45. 45 بالنسبه للنوع البحر الوسط تقريبا وسط. وهذا ايضا بحر. هاي بحر. هذا بحر وحجم شويه اكبر من ذاك الحجم شويه بالنسبه للربيان
ربيان البحر اللي هو العماني على كم؟ 60 ريال. اخر 58 58 يمشي، واذا بتاخذ اكثر من كيلوين وثلاثه واربعه بكل تاكيد بينزل لك سيباس مال تركيا على كم؟ تركيا 30 ريال. 30. استاكوزا كم؟ استاكوزا في 75 في 70 ريال. 70. الاسبوع اللي طاف كانت 90. كانت تقريبا 90 بهذا الحجم، اليوم 70. طيب خباط على كم؟ عباد في 22 20 ريال. 20 يمشي، 20 يمشي. وايضا يعني حد الغزل موجود فيه، موجود حد المنصب، يعني شوفوا الخطوط هذه، هذه مالت المنصب. 20 قلت 18 يمشي؟ لا 20 ريال. 20 يقول نهايته. طيب بواليل الصغيرة على كم والكبير على كم؟ كبير 40 ريال، هي 35. 35 بالنسبة للصغير. طيب خلنا نشوف هذا سلطان باسي على كم؟ هذه حمرة. حمر على كم؟ حمرة 30 ريال. 30. وهذيك حمر، أنا يعني هذا اللي عارف أنه سلطان هذا باسي، لكن هو يقول حمر، وأحيانا ترى يعني كلنا نضيع، احنا كلنا بشر سواء اللي بيع أو أنا يعني. ومثل ما تشوفون أيضا الصافي سمين، لكن الصافي يمكن شوي غالي هذه الأيام، وهي السمك الأغلى اللي لاحظناها في السوق على كم؟ صافي 45. 45. 40 ما يمشي؟ ما يمشي. إذا واحد يبي 5-6 كيلو ما يمشي 40؟ لا هذا مال الشمال؟ هاي شمال. مال الشمال قرقور ولا غزل؟ غزل. غزل يقول غزل. وهالقطر يعرفون السمك إذا كانت سمكة غزل ولا سمكة قرقور. طيب هذا زبيدي الدوحة، ونشوف أيضا يعني خلونا نشوف زبيدي الدوحة. وقلنا يعني من أبهاتنا الله يطول في أعمارهم يقولون لي إحنا نسميه في قطر صالة، وما زالت في السوق يقولون زبيدي قطري. على كم قلت لي؟ 27 ريال 25. 27 إلى 25. ربيب؟ ربيب 28. 28. خلنا نشوف أيضا، خلنا نشوف سلطان إبراهيم على كم؟ هاي 15 ريال. 15. جد؟ جد 10 ريال. هذه الحمر اللي كنت أبي أقولها، وهناك كان هذاك النوع كان سلطان باسي على كم؟ هذه 25. 25. خلنا نشوف أيضا، والله البرطامة ما شفناها، البرطامة من فترة طويلة يعني ما شفناها، يمكن من سنوات سابقة كنا نشوفها في السوق. البرطامة اليوم اختفت، وفي ناس وايد يحبون البرطامة، وهي تقريبا يعني مشابهة للهامور، لكن اللون يختلف، اللون يكون غامج أحمر داكن، فهي مش موجودة في السوق. ما شاء الله الفسكر أيضا كبار، بنت ناخذها على كم؟ أي 12 ريال. 12 ريال. وفي أكبر منها عندك؟ في أكبر منها، في أكبر منها ما شاء الله. كم قلت لي؟ 12 ريال. 10 يمشي. 10 يمشي. 10 يمشي بالنسبة للفسكر. طيب الكوفر؟ كوفر 13 في هذه 12 ريال. 12 ريال يعني 10 يمشي. يمشي. بعد يمشي 10. طيب الشعري؟ شعري 10 ريال. هذا وسط تقريبا. أبو. وسط. أبو. وهذه تقريبا ضلعة، ضلعة أو بسارة، ضلعة يعني لأن كبرت أكبر بعد من كذي يعني يسمونها ضلعة. على كم؟ 6 ريال. 6 ريال بالنسبة للبسار، وخمس ريال ممكن يعطيكم إذا جيتوا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا في هذا الجزء الشرقي، وأيضا من خلال الكاميرا نلاحظ هناك أيضا جزء الغربي، وإحنا دائما نقول الجزء الغربي يمكن أقل يعني أماكن أو محلات للبيع، اليوم انتعشت هذه المحلات وبدأت تفتح أكثر والسمك يزيد فيها. احنا دائما نقول في نهاية هذه الحلقة، دائما نقول سامحونا على قصور بدر منا من خلال نقلنا لهذه البرنامج وعلى الهواء مباشر، طبعا احنا بشر ونخطئ، ودائما نلتمس العذر من مشاهدنا الكريم إذا أخطأنا في مسمى أو أخطأنا في سعر أو أخطأنا أيضا في اسم سمكه من السمك، فاحنا بشر ونلتمس منكم دائما العذر والسموحة. بكرة بإذن الله أعزائي المشاهدين مثل ما تعودنا احنا يوم الخميس دائما نكون في الجبرة، اليوم كسرنا هذه القاعدة ويين الأربع ولقينا السمك فعلا الأسعار مختلفة. بكرة بإذن الله راح نكون معاكم من مدرسة العوسج من المدينة التعليمية، وهناك احتفالية تضامنا مع أخواننا في فلسطين في غزة، نقول الله يسهل عليهم ويحفظهم بإذن الله برعايته، وإذا ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.